المكان يا جمهور يا كرام، كان في مكتبة كبيرة على شط البحر في مدينة جميلة اسمها اسكندرية. المكتبة دي كان فيها مكتبة للصغيرين، وكان في المكتبة حاجة غريبة بتحصل كل يوم بالليل. ايه رأيكم تيجوا معايا نشوف ونسمع اللي كان بيحصل؟ هاي يا جماعة، ايه الأخبار؟ تمام خلاص، انا خلصت خلاص. كان يوم طويل بشكل، لا بس كان جميل الحمد لله، والولاد استفادوا من الوعش. بصراحة يا جماعة، العرايس اللي احنا اشتريناها السنة اللي فاتت والسنة دي تحفة، ساعدونا قوي في حكي القصص وتوصيل المعلومة للأطفال كويس جدا. لا وغير كده الأطفال نفسهم كمان اتعلقوا بالعرايس جدا. تمام، خلصت كل حاجة ورجعت كل حاجة مكانها الحمد لله. الحمد لله. أنا بالنسبة لي يلا بينا بقى شباب، احسن انا تعب ميتة من التعب. والله كلنا تعبانين. يلا يا ما Mm-hmm.
ميم ألف تبقى إيه؟ ميم ألف وبيه ألف تبقى إيه؟ ميم ألف ميم ألف تبقى إيه؟ بيه ألف وبيه ألف تبقى إيه؟ واو وطه ونون وييه وطني وعين ولام وميم وييه وفي نهاية الليل رجعت العرايس مكانها عشان تنام، وفي دماغها هدف واحد قررت تحققه، إن بكرة أكيد يبقى أحلى من النهاردة. وتوتة توتة فرجيت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟